انا عايزكم بقى، انا مريض فطريات بين قدمي وبحط باودر، هل الباودر دي حل دون وصول الماء ام عادي؟ حط باودر على الرجل يعني ولا ايه؟ بين صوابعي يعني. مش بتغسل الرجل بعدها ولا ما بتغسلش؟ بغسل رجلي في ساعة لا الوضوء. لا اشكال. اسئلتك اخر، ماشي تمام. اخر سؤال، لا ما يوسوس كده، انت بدأت تدخل في اسئلة المؤسوسين. هو انا اصلا شخص موسوس. السؤال الثاني، اصلا